لما رجع عليه السيف أي يهوي عليه رفع أي أسامة عليه السيف ليضربه به قال لا إله إلا الله فقتله. قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. من هذا الذي قتل؟ صح. من هذا الذي قتل؟ رجل للتو حصل منه الشر عظيم ونكائب المسلمين وقتل عدد من 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 المسلمين، فتمكن منه سامة ولما أهوى عليه السيف ورأى السيف يهوي عليه قال لا إله إلا الله فقتله سامة، لأنه ظن أنه ما قال إلا فرارا من السيف، إلا تعوذا من السيف خوفا من السلاح، ظن ذلك فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، يعني خبر أسامة، فدعاه فسأله فقال لما قتلته، يعني بعد أن قال لا إله إلا الله لما قتلته، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وقتل فلان وسمى نفرا وإني حملت عليه السيف، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، ما قالها قبل، قالها لما رأى السيف نازل عليه هويت عليه السيف. قال أقتلته؟ يعني بعد أن قال لا إله إلا الله، قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، والله الذي لا إله إلا هو إن الناصح ليتألم. أشد الألم للشباب الذين دخلوا في فكر الخوارج، الذين دخلوا في فكر الخوارج أخبث الأفكار، كيف يقتلون حتى واحدا منهم؟ قتل أمه المصلية الصائمة، قتل أمه، المسلمون في صيام، ثم عند إلى جوار المسجد النبوي يأتي ويفجر في مصلين صائمين وأعمال من هذا القبيل، كيف يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والله من كان له حظ من الإسلام ولو نزرا قليلا ولو قدرا يسيرا فإن دمه محرم ومعصوم، جاءت الشريعة بتحريمه، بل حتى لو لم يكن له في الإسلام إلا قول أسلمت أو لا إله إلا الله فإن له حرمة في دمه، وإن كان صنع قبل ذلك ما صنع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة في هذا الموقف، يقول له عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فهؤلاء المفتونون أصحاب هذا الفكر الخبيث ماذا يصنع هؤلاء القوم بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقد أراقوا من المسلمين بالجملة أعداد، هذه المتفجرات لا تقتل واحد، تقتل عشرات ومئات، بل قتلوهم حتى في المساجد وهم يصلون، ماذا يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقوام جهلوا دين الله وجهلوا شرع الله وكانوا بمنأى بعيد عن الفقه في دين الله وفي بعد شديد عن أهل العلم والدراية بشرع الله سبحانه وتعالى، ثم يتجرؤون جرأة عظيمة على دماء المسلمين إراقة لها، بل في المساجد وعند أبواب المساجد، بل إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع هؤلاء البغاة الظالمون المعتدون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وهم قتلوا أعدادا من أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله، أهل هذا الدين، قتلوا أناسا نشأوا على دين الله منذ ولدوا في صلاة وصيام وعبادة لله سبحانه وتعالى، ماذا يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله يوم القيامة في دماء كثيرة أراقوها دون خوف من الله ودون تفكر في
العواقب الوخيمة والمآلات العظيمة التي يجنونها ويجرونها على أنفسهم وعلى الأمة بأفعالهم الشنيعة.